السلام عليكم. قبل كم يوم صارت شغلة ذكرتنا كلياتنا شنو معناته نكون عراقيين. كنت دا أخدم زباين لما سمعنا صوت انفجار هز المحل. ما كان بمحلتنا بس شنو من قوة هزينا هز. كل من رجع الحال سبيله. ورا ساعة جاني تليفون من ابن خالي العايش بذاك الصوب. قال لي المستشفيات يمهم عاوزة دم لأن أكو هواي مجاريح من ورا الانفجار. واحد من الزباين سمع الحكي وقال يا معود الله يرحمهم الشغلة خطرة احنا شعلينا. عاد بي رجال شايب لكم الله أكبر لعد منو عليه هذا مو دم عراقي ينهدر علينا ونص. صار شد بس بلحظة عرفنا شنو ممكن أن نخسر بهذا التردد. طلعنا من الدكان وقمنا نصيح على العالم حتى تروح للطوارئ اللي ورا الجسر. شفت أهل المحلة يتراكضون على سيارتهم. كنا طينا دم بذاك اليوم. هواي استشهدوا بالانفجار بس هواي عالم نجت. ان شاء الله يكون دمنا خلص ناس. ناس لا نعرفها ولا تعرفنا ولا نعرف وين اهلها. كل اللي نعرفه هذول عراقيين. هاي بالنسبة لنا كافي وزايد.